أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق ببان تبع حكومة حمادة ومعاكم قناة الموانش اليوم يوم 9/9/2024 وتعالوا شوفوا أسعار البقر الواردة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. كم يا صاحبي؟ 12 كيلو في الطرب. صباح الجمال والحلويات والسكريات الأول. صباح الفل. صباح الحلويات بمناسبة حلاوة الموسم مولد النبي. كل عام وأنتم بخير. الله أكبر. الله أكبر. أوعى دارك ورا سنة كده. أه حبيبي. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. هنا الهداوة وهنا الحلاوة. السنة أهو. الله أكبر. من مزارع ياسر أبو العشري. ياسر أبو العشري يا جماعة. البرود. تيل البرود وتجار تيل البرود. بسم الله ما شاء الله. متعنا ولعلعنا. معلم ياسر العشرة يا جماعة الله يبارك له. المال صلاة النبي عليها. الله أكبر. وراه أنت يا أستاذ وائل. وراه أنت يا الخلف يا جماعة. كم ولد يا حاج ياسر؟ لا. كم ولد؟ الثالث اللي ورا مني. الثالث اللي ورا مني. الثالث يا المالات يا جماعة بتحدث عن نفسه. امسك الدل ده يا صاحبي كده ورينا الضر كده. الله أكبر. وراه تعالى. بسم الله ما شاء الله. اوعى تاكل الله ب 100 وتجيب ب 1000. بسم الله ما شاء الله. من حق تاكل ب 100 وتجيب ب 1000. تاكل ب 100 وتجيب 1000. الله اكبر. الله اكبر. ايدك يا صديقي. معاك حاجه غيرها تاني يا ابو العشري؟ اللي كان معايا واحده ومباعي. طب اخرها كام بمرض الله؟ عشان خاطر الحبايب ب 78. 78000. سعر نهائي يا ابو العشري؟ أه؟ سعر نهائي. سعر نهائي واكازيون للفلاحين. ادينا الرقم يا ابو العشري. 0100 73 73 21 21 22 3 2 2 3. ياسر ابو العشري من تيل بارود بحيره. ياسر ابو العشري تيل بارود بحيره. ربنا يبارك له ويصلح حاله. اللي عايز بقر والد وعشر ولبن موجود عنده. ربنا يصلح حاله وحال الجميع يا رب. اللهم امين. اهم حاجه ذكر الله يا جماعه. اشكر الله. قل لا اله الا الله. الله اكبر. الله يبارك لك عشر ويصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. المال صلاه النبي عليه. اهوت. الله اكبر. صنعتها يا صاحبي يا كبير يا فخي. نعم. صنعتي يا والدي. والدي. بسم الله ما شاء الله. الخلف ذكر ولا نتاي؟ نتاي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. النتاي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على اللون وعلى الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. المال صلاه النبي عليه. ظبطت العمل يا استاذ وائل. ظبطت العمل يا حاج عاشر. الله يبارك لك ويصلح حالك. ياسر ابو العشري. معلم ياسر ابو العشر. الله يبارك له ويصلح حاله. وتيل بارود بحيره. الله اكبر. 12 كيلو في الطرف. 12 كيلو في الطرف. الله يبارك لك يا حاج ياسر. كم ولد يا صاحبي ده؟ ستات الله. صور مين؟ صور دوم. صور مين؟ فتح البزاز. فتح لك البزاز. فتح يا حاج. البزاز بتنزل لوحدها. يا عمك في البزاز بتنزل لوحدها يا حاج. فتح يا حاج. هنا الحليب بينزل لوحده. اقفل ليه؟ ده عايز هو بيقول لك نفتح. اهي. الحليب بينزل لوحده. اهو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. خد بالك بس شوف الحليب بينزل لوحده. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. موجود معاك حاجه غيرها دلوقتي؟ يعني موجود عندك بقر والد لو حد عايز حيه؟ ها؟ الله يبارك لك، يعني جنيتك مش طياره. الله يصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. بكام يا شيخ؟ قول له بكام والله. بكام يا معلم؟ ها؟ شارينا ب 69000. بسم الله ما شاء الله. ورا النتايه يا جماعه بتفرجوا عليها. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. لا اله الا الله. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. والده فخي؟ خلفة فين؟ خلفة ذكر ولا نتاي؟ نتاي الخلفة. بسم الله ما شاء الله. نتاي من البراوي نتا جماعة. بسم الله ما شاء الله. عمرك قد ايه اسبوع؟ ها؟ 3 أيام ما كملتش اسبوع. 3 أيام يا جماعة. واعدلها كده اعدلها عشان متخبلها مش عارفة تقول. أيوه أيوه أيوه. اهدي بقى. بت 3 أيام يا جماعة لسه. نون صغيرة هي. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. ذكر دي عسى. ذكر. ذكر ولا نتاية؟ نتاية برضو؟ أي. ذكر. ذكر لسه صغير وخصايلي برضه هو بيتعلم التنطيط من دلوقتي. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. قلت لنا كم ولد يا فخي؟ 3 أولاد. عاملة كم الله وكيل؟ ولا مش عارف سعر إيه؟ مش عارف سعر إيه؟ طب مين هنا اللي عارف سعرها؟ تبع العشري. تبع العشري؟ لا مش تبع العشري يا عم. اللي تبع العشري صورناه. 85 وخلاص. الله يصلح حالك.
ما فيش يعني. بسم الله ما شاء الله. اسعار البقر الوالده هنا؟ اسعار البقر الوالده والله ان شاء الله يعني اسعار حنينه النهارده كويسه بامان كويسه. دي كم ولد يا صاحبي؟ دي الخامس والقول الرابع. خامس والقول الرابع. قول الرابع. خلف ذكر ولا انتهى؟ بسم الله ما شاء الله. وراء ذكر. وفيها 7 كيلو لبن. جرب اخذ كده الحلبات سلكه؟ الله اكبر. ربنا يجعلها سلكه على طول. الله اكبر. حلبات يا جماعه بيجرب هي. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للمال واصحاب المال. الله اكبر. جرب صاحب الحلبات كده. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الحليب بينزل يا جماعه من الاربع حلبات زي ما انتم شايفين اهو. ربنا يبارك للمال وصاحب النصيب اللي هياخد المال. والخلف ذكر اهو. عمره قد ايه يا صاحب الذكر ده؟ 20 يوم. 20 يوم. الله اكبر. دي كان بمرضه. افتح السن. السن ايه يا صاحبي؟ قفله الاولاني. قفله الاولاني. يا اخي عايز اكل بس. عايز اكل. تجيب لبن. كم يا فندم؟ تاكل تجيب لبن. تاكل عمل ب 75. الله. السن الاولي قفله الاولاني. 75؟ اه العمل 75. انت كده خد بالك بتنشرها. ما انا عارف من شيء. كام يا صاحبي؟ قلت لك ب 75 حبيبي. 75 سعر نهائي؟ طب ادينا الرقم. طيب وعرك على الله. رقم ولا مش رقم؟ ماشي يا صاحبي. ادينا الرقم حبيبي. ما فيش رقم. الله يصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. حاج ابراهيم العبد غني عن التعريف. ربنا يبارك له ويصلح حاله. صباح الفل يا حاج ابراهيم. نارك يا نارك زي العسل. معاكم من النهارده؟ معانا البقر اللبن ده. بسم الله ما شاء الله. والده ولا لبن؟ سبعه لبن. سبعه ابنها ميت. هديه دي ولا اللي لا؟ ابنها ميت. اه ابنها ميت بقر يومين. لبن صباح. لبن صباح يا جماعه. هي الخلف بتاعها ميت. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. المال صلاه النبي عليها. الله اكبر. لبن صابه حياتي يا جماعه. ربنا يبارك للمال واصحاب المال. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. كم ولد يا حاج ابراهيم دي؟ ده الثالث اللي معاه. حاج ثالث ولد اللي معاه كده يا عم. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل. سنها يا حاج ابراهيم؟ اللهم صل على النبي. كسره قد ايه؟ كسره 6. كسره 6 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. كل اللي اتفرج في كل حته وكسره 6. ربنا يبارك للمال واصحاب المال. الله اكبر. سعرها يا حاج ابراهيم؟ ها؟ سعرها ايه بمرض الله؟ والله هي اساسها 53. اساسها 53. هتبقى فضيحة. فبالو لا هتبقى. والله هتبقى بقى ايه؟ بيبقى 10000. بيبقى مغرب. او جمعة. ايه؟ مش نافع والله. عم والله خد يا عم رضا جيب له 10000. هم معاه الفلوس. والله معاه الفلوس. عندي فلوس. ادينا الرقم يا حاج ابراهيم عشان تشوف حالك انت وتشوف ناسك. صباحك يا انبعت ولا لسه؟ لا لسه والله. منبعوا في ايه؟ في جماعة بياخدوا فوق وفي جماعة بياخدوا فوق. بكام وكام؟ معاك كام فيه؟ والله في ده. في جماعة بياخدوا فوق ب 1000 ونص. يعني هي اساسها كان 53 و53. طب ادينا الرقم. 010 010 7 17 17 4307 4307. والله انت صباحك حلو. حاج ابراهيم العبد يا جماعه الله يبارك له ويصلح حاله. في كوم حماده اللي عايز بقر والد ولبن موجود عنده وعشره برضه. ابنها ميت بقى له 3 ايام. ابنها ميت بقى له 3 ايام. الله يرحمه حاج ابراهيم وربنا يعوض على صحيحه. صباح الفل. نارك زي العسل. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله. المال صلاة النبي عليه. ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخد المال. جميع المسلمين الموحدة بالله تكتب لنا في تعليق وتذكر الله يا جماعة. ذكر الله بيبعد عن الناس البلاه. تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اذكر الله. قول لا إله إلا الله لما تسمع ذكر الله. اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. أنسبكم في رعاية الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.